فتاة تحدث الله تبارك وتعالى في الكعبة المشرفة، فجاءها الرد الفوري من عند الرب جل وعلا. تابع هذا الفيديو للأخير، وهذه قصة للعبرة فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبابي الكرام أينما كنتم وأينما ارتحلتم طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير. فتاة تحدث الله تبارك وتعالى وأرادت أن تفعل الأفاعيل. هذه الفتاة أرادت أن تبين للناس، وهي زارت الكعبة المشرفة، والكعبة المشرفة هي مكان للطواف ومكان للتعبد. سبحان الله، هي مكان أن يتعبد الإنسان فيه لخالقه جل وعلا، مكان أن يتعبد فيه الإنسان للرب سبحانه وتعالى. لكن هذه الفتاة المسكينة أرادت أن تغير المنظر بنفسها وأن تعيش ما أرادت هي، وليس ما يعيش الناس في تلك البقاع المقدسة. الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم هما للتعبد، فأردت هذه الفتاة أن تبين لهم أنها تختلف عنهم في أشياء. فسبحان الله، حينما يكون المرء في غائب عن العقيدة وغائب عن الدين يفعل بعض الأفاعيل التي لا يستطيع العقل البشري أو العقل أو يستطيع العقل أن يستوعبها. هذه الفتاة أرادت أحبابي الكرام أن تتبرج في الكعبة، في المكان الذي يطوف به الناس. وكما نعلم أن في الكعبة النساء مستورات والرجال كذلك بإحرامهم يطوفون، وكل إنسان ينظر أمامه ويطوف ويعبد ربه ويسجد لخالقه جل وعلا. لكن هذه الفتاة أرادت أن تبرز مفاتنها في ذلك المكان. هذه الفتاة أرادت أن تعيش حياة سعيدة في ذلك المكان. هذه الفتاة أرادت أن ينظر الناس إليها وحدها وأن تفتنهم في مكان تعبدهم. هذه الفتاة أرادت أن تغوي الرجال بل وحتى النساء، فتبرجت وهي آتية إلى الكعبة، وهي آتية إلى بيت الله الحرام، وهي آتية إلى ذلك المكان الجميل، إلى ذلك المكان الذي تشتاق إليه الأنفس ويرتاح إليه البال، إلى ذلك المكان الذي يتمناه كل مخلوق على وجه هذه الأرض، كان مسلما أو جديد في الإسلام، إلى ذلك المكان الذي إذا سجدت فيه تشعر بالراحة والطمأنينة، إلى ذلك المكان الذي إذا نمت فيه تشعر بالسكينة والطمأنينة، إلى ذلك المكان الذي كان فيه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، إلى ذلك المكان الذي بناه أبونا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام. هذه الفتاة أرادت أن تتحدى الرب جل وعلا في أعز البقاع وأجمل البقاع إلى الناس المسلمين والمؤمنين. هذه الفتاة أرادت أن توريهم كيف تكون الحرية أو يكون التبرج. فجاءها رجل شيخ كبير قال لها: يا بنيتي عليك بالستر وعليك بالعفاف، يا بنيتي هذا ما تفعلينه حرام، يا بنيتي هذا ما تفعلينه غير لائق وحرام، إياك ثم إياك بنيتي أن تفعلي هذه المسائل في أعظم مكان لله، لا تتحدي الله يا بنيتي، واعلمي أنك ستموتين، واعلمي أنك ستقفين بين يدي الله. فذكرها الرجل الشيخ الكبير جزاه الله خيرا، ذكرها بالموت وذكرها بملك الموت، فقالت كلمتها المشهورة،
فقالت كلمة ويا ليتها ما قالتها، قالت فليأخذني ربك عند الباب الحادي عشر الذي تخرج منه حينما تنتهي. فسبحان الله، وهو في جدال معها، جدال شرعي، ينصحها بأن تتقي الله تبارك وتعالى وتتوب إلى الله عز وجل وترجع إلى الله تبارك وتعالى حتى يأتيها ما أتاها، ولا تقبل النصيحة ولا تقبل أن ترجع إلى الله. فهي خارجة فوجدت ملك الموت ينتظرها عند الباب الحادي عشر كما تمنت. فاجتمع الجمهور عليها وقال الشيخ الكبير ماذا هناك؟ قالوا إن فتاة أخذتها المنية أو أخذها الموت. فيذهب فينظر فيجد تلك الفتاة التي كانت تتحدى الله تبارك وتعالى. إياكم أحبابي الكرام أن تفعلوا بعض الأفاعيل كما قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: من ضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان، وما بين رجليه وهو الفرج، ضمنت له الجنة. إياك أن تقول كلاما وتندم عليه في الأخير، فكل شيء يغفره الله تعالى إلا الذي بينك وبين الإنسان. حذاري، وتحية طيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.